من نجمة أفلام إباحية إلى عناوين الأخبار ومحط الأنظار، ستورمي دانييلز بعمر 45 عاماً كانت محور الحديث في الإدانة التاريخية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ب34 تهمة جنائية من بينها شراء صمتها. تصريحات لافتة لدانييلز بعد المحكمة، إذ قالت إنها ارتدت سترة واقية من الرصاص في جلسات محاكمة ترامب، مفضلة السلامة على الندم، وذلك بسبب تلقيها تهديدات خطيرة يومياً منها صور مرعبة. قال المهددون إنهم سيفعلون مثلها بابنتها وعائلتها أمام عينيها. دانييلز قالت إن الأمر وصل إلى حد التهديد بقتلها. وفي مقابلة تلفزيونية قالت دانييلز إن الأمر لا يتعلق كثيراً بدونالد ترامب، فلدينا رجل متهم بالتحريض على أعمال الشغب في الكابيتول، لذا فإن كل شيء ممكن. دانييلز في أول تصريح لها بعد إدانة ترامب كانت قد علقت أسجنوه الآن، مرحبة بقرار المحكمة ومطالبة بأن يقدم ترامب ساعات من الخدمة الاجتماعية، كأن يكون كيس ملاكمة في ملجأ للنساء.